بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نورك محمد الحق المبين وعلى آله وأصحابه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حكاية جديدة من حكاوي ابن الطيب. حكايتنا النهاردة عن عادة غريبة جدا 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 في إحدى قرى أندونيسيا. طبعا العادات منها الغريب ومنها الطريف ومنها العجيب ومنها المضحك ومنها المبكي، ولكن في قرية سولاويزي الإندونيسية العادة ديت مرعبة مرعبة جدا جدا جدا، وهي يعني بيحتفل سكانها بمراسم كده، عيد عندهم او احتفال اسمه المنين. المنين دوت ان هم بيخرجوا جثث الموتى بتاعت اهاليهم الاباء والاجداد اللي قدروا حنطوها لفترة يعني مش طويلة قوي، ولكن هم يعني قدروا يوصلوا لعملية تحنيط طويلة المدى شوية، ولكن مش زي اللي وصل ليها المصريين القدماء. وبيطلعوا الموتى بيجففوهم في الشمس وبينظفوا التابوت اللي كانوا مدفونين فيه اللي هو الخشبة، ومنهم اللي بيبقى لسه موجود منهم في لسه فيه يعني شكل شوية زي ما نشوف في الصور، منهم بقى بيبتدوا يحتفلوا معهم احتفال حلو قوي ان هم ياخدوا معهم الصور. فمنهم اللي بيلبسوهم بيشوفوا كان احسن حاجة بيحب يلبسها ايه، مثلا اللي بيلبسوه ملابس البحر واللي بيلبسوه ملابس اللي هي فانكي شوية، ومنهم اللي هتلاقي حد مصور حد وحاطط في بقه سجارة لان الماء كان مدخن، وواحد تاني حط نظارة شمسية وتصور معاه وخدوا معاهم سيلفي الموتى. المنين دوت بيقولوا عليها اهل القرية ان ده احتفال بيتم ما بين شهري يوليو واغسطس كل عدة سنوات، لانهم بيعتقدوا في عملية ان ارواح الموتى بتظل موجودة في العوالم الاخرى وانها تعود مرة تانية للحياة، وان بركتهم هي اللي هتخلي الحياة في القرية تمر بسلام وامان. رئيس القرية او رئيس بلدية القرية بيحذر اي حد يسخر او يتعامل بغير احترام مع جثث الموتى، والا هيحل نوع من العقاب والعذاب على اهل القرية. النهاردة هنكون اتعرفنا على عادة مرعبة، حكاية مرعبة، حكاية سيلف الموتى مع قرية سواليزي من اندونيسيا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.